أهلين، يوم جديد وطبق جديد من مطبخ دلشبوت. ننتقل اليوم للمطبخ الكاريبي المشهور ببهاراتهم المميزة، ورح أسوي ياكم دجاج مشوي ببهارات الجرك الجامايكية. الطبق يتميز بمكوناته البسيطة وسهولة إعداده، تابعوني للتفاصيل. ونبدأ بتحضير تتبيلة الدجاج. في وعاء جانبي نضيف ملعقة كبيرة من السكر البني، ملعقة صغيرة من الكركم، نضيف الملح مع مراعاة أن بعض البهارات الجرك الجاهزة يضاف لها كمية من الملح، نضيف ملعقة كبيرة من بهارات الجرك اللي راح تميز طبقنا. أما صلصة الباربيكيو فراح تعطينا الطعم السموكي المطلوب لهذه الوصفة، واستخدمت صلصة الباربيكيو الكاريبية لتركيز النكهة. أضفت ملعقة صغيرة من بشر الليمون وعصير نصف ليمونة. الحمض في هذه الوصفة خليته مركز كنكهة وعشان يكسر طعم الحرارة الموجودة في بهار الجرك، وفي نفس الوقت يطلع لحم الدجاج ذايب ولين. نضيف 3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وبعدها نخلط المقادير كلها حتى تتجانس التتبيلة، وما ننسى نحمي الفرن على حرارة 180 درجة من فوق وتحت. وأما الدجاجة استخدمت الحجم المتوسط بوزن كيلو تقريبا، نظفتها بالخل والملح، وبعدها غسلتها وقطعتها من الظهر وأنقلها لصينية الفرن. نصب التتبيلة على الدجاجة ونبدأ ندعك الدجاجة من كل الجوانب. يفضل ان احنا نسوي شقوق في الدجاجة حتى تتغلغل التتبيلة الى داخل وتتركز النكهة، في نفس الوقت تستوي اسرع. وفي الوعاء اللي حضرت فيه التتبيلة نضيف حوالي نصف كوب من الماء ونصبه في قاع صينية الفرن. ندخل الدجاجة الفرن المحمى مسبقا على حرارة 180 درجة لمدة ساعة تقريبا. ما أوصف لكم الريحة وأنا أطلعها من الفرن، كانت جدا شهية. قدمتها مع سلطة الزيتون والحمص والخبز، وممكن تقدمونها مع الرز. أسعدوا أفراد عائلتكم بهذا الطبق اللذيذ والصحي، وعليكم بألف عافية. لا تنسون الاشتراك في قناتي المتواضعة مع لايك وكومنت، ومع السلامة.